بحضور الأب جوزيف السويد راعي كنيسة القديس شربل المارونية بعمان، أحيت شبيبة الرسل اللاتين الشمالي في مدينة الزرقاء اللقاء السنوي لهذا العام بعنوان يسوع فرحي، بمشاركة من شبيبات المملكة التي تتبع الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. أحيت شبيبة الرسل للاتين الشمالي في مدينة الزرقاء اللقاء السنوي 17 يسوع فرحي، والذي حمل هذا العام عنوان وتكون لتلاميذ، بمشاركة من شبيبات المملكة المنتشرة في الرعاية لفئتي الجامعية والعاملة والتي تتبع الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن. فيما كان الأب جوزيف السويد راعي كنيسة القديس شربل المارونية في عمان ضيفا على هذا اللقاء. بدأ اللقاء بالسلام الملكي الذي عزفته مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في ساحة الدير، قبل أن يتوجه الحضور للمشاركة في القداس الاحتفالي الذي ترأسه كاهن الرعية الأب إياد بدر، بمشاركة الأب سويد والأب وجدي سهاونة الكاهن المساعد ولفيف من الكهنة، وبحضور الراهبات من مختلف الإرساليات وأعضاء من الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن وحشد من أبناء الرعية والمدعوين. وأحيت تراتيله جوقة الرعية، وقبل بداية القداس رحب الأب بدر بالكاهن الضيف مقدما له الشكر على تلبيته الدعوة ليكون راعيا للقاء العام، كما وقدم الشكر للآباء الكهنة المشاركين والأخوات الراهبات وللشبيبة القادمين من مختلف رعايا المملكة. بعد أن قطعنا العام الماضي بسبب جائحة كورونا، نعود هذه السنة لنحتفل مع جميع شبيبات المملكة الجامعية والعاملة بيسوع فرحي 17، وتكونوا لي شهود. طبعا المسيح بطلب منا نكون شهود كل مكان نتواجد فيه، شهود في مكان عملنا، مكان دراستنا، شهود داخل عائلتنا مع أهلنا، شهود في الرعية، وشهود في المجتمع، وشهود ننتمي للوطن وللرعية وللعائلة، وننتمي للمسيح بأن نكون خميرة ونور وملح في العالم. وكل عام وأنتم بألف خير وسلام، وإن شاء الله يعم على العالم جميع، العالم أجمع السلام وراحة البال والصحة والعافية والطمأنينة، بأن يرفع الله عنا هذا الوباء، وأن يرفع أيضا كل الاضطرابات والمشاكل السياسية في جميع أنحاء العالم، وخصوصا في البلاد التي تحيط الأردن الغالي، وأن يحمي الله الأردن الغالي ويبقى كما هو واحد أمان وسلام واستقرار بقيادة الهاشمية. وكل عام وأنتم بألف خير، وشكرا لقناة النور سات الأردن. أكيد بدي أقول شكرا لأبونا أياد لدعوته، شكرا للأباء المعاونين، شكرا لهالتجمع اللي شعرت من خلال القداس وهاللقاء انه انا ببيتي. واكيد تحيه لمؤسس يسوع فرحي بلبنان ولروحه الطيبه، كان زميل دراسي واكيد رفيق المشوار ابونا توفيق او مونسينيور توفيق ابو هدير. بدي حيي من خلال كل هالتجمع هالناس الطيبة، بدي حيي كل الأشخاص اللي عن جد أخذوا قرار بحياتهم أن يكونوا رسل، أن يكونوا حاملين بشارة، حاملين شعلة بقلبهم، وهالشعلة بعدها مضطرمة وبعدها رغبة قلبهم هي دايما أنه يلتقوا بيسوع المسيح وينقلوا فرح يسوع المسيح على كل العالم. تجمع يسوع فرحي اللي هو 17 سنة منه تجمع هيك صغير، هو كان رغبة عند الله أنه يجمع الشباب. يا فتيان هل عندكم شيء يؤكل؟ هذا اللي كان على قلبي أنه وصلوا لشبيبة اليوم. يا فتيان، أنتوا فتيان الألفية الثالثة، عندكم شيء بيتاكل؟ أنا بدي أقول لهم لهالفتيان نعم قداسة البابا وكل الباباوات اللي سبقوا،
والكنيسة إن كان بالأردن أو بالعالم عندها نشوة كبيرة هي إن تشوفهم بهذا الفرح عم ببثوا الفرح وعيونهم عم بتضوي عم بتشع. أنا اللي شفته من خلال هال 250 أو 300 شاب وصبي اللي اجتمعوا اليوم أكيد مع الحجر الصحي اللي كان ممكن يكون أكثر العدد ولكن كان مطلوب إنه يكون عدد صغير. هذا الشيء بيعطيني نشوة روحية تقول إنه نعم عمل يسوع يستمر ويستمر ورح يكون بالأيام الجاية بالرغم من الوباء رح يكون عاصفة مش بس بالأردن عاصفة بالعالم. أنا بدي أشكركم نورسات الأردن لأنكم روح الله وعم بتبثوا فرح يسوع المسيح إلى كل الأقطار. شكراً لها الرعية الرائعة مع رعيها اللي عم بيكونوا شهود أحياء بهالألفية الثالثة. نحن رسل الألفية الثالثة وأنا بدي أشكر كل الأشخاص اللي ائتمنوني على هاللقاء تكون عم بحط فرح يسوع بقلبهم. الله يبارككم اذكروني بصلاتكم. وتضمن لقاء يسوع فرحي لهذا العام عدة نشاطات كان أهمها المحاضرة التي ألقاها الأب سويد والتي حملت عنوان هذا اللقاء وتكون لتلاميذ، فيما قدمت شبيبة الرسل في قاعة الأب ماريو فورلان دبكات ومسرحيات وأغان وطنية. وقبل ختام اليوم الاحتفالي قدمت شبيبة الرسل الشكر لضيوف اللقاء ولكل من شارك وساهم في إنجاحه، معلنين عن لقاء يسوع فرح 18 في العام القادم.